تتواصل فعاليات مهرجان العالمين الجديدة حتى يوم 26 من أغسطس الحالي تحت عنوان العالم عالمين، وتستمر فعاليات المهرجان على مدار 45 يوما، تستقبل خلالها المدينة ما يقرب من مليون زائر من مصر والوطن العربي لحضور فعاليات المهرجان، والتي تتنوع ما بين الفعاليات الرياضية والمسابقات الترفيهية، إضافة إلى حفلات غنائية لأشهر النجوم في مصر والعالم. للمزيد من التفاصيل حول فعاليات مهرجان العالمين الجديدة ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرز. كريم، بعد التحية ضعنا في تفاصيل المشهد لديك وأهم فعاليات اليوم. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. ما زالت فعاليات هذا المهرجان العالمين 2023 مستمرة لا تتوقف، إما الخاصة بالحفلات المتنوعة للمغنيين والموسيقيين المختلفين سواء كانوا المصريين أو غير المصريين، بالإضافة بالطبع للنشاطات الرياضية المختلفة المتعلقة ببيئة المكان، ومن أهمها بالطبع النشاطات الرياضية الشاطئية. نتحدث بالطبع عن بعض الفعاليات التي ستقام هذا الأسبوع، من أهمها حفلات نهاية الأسبوع والموسيقار العالمي عمر خيرت الذي سيكون متواجد هنا يوم الخميس القادم، بالإضافة لذلك الفنانة الكبيرة كارول سماحة، وأيضا إضافة يوم الخميس القادم وهو الفنان الكبير بهاء سلطان. وينتظر العديد من المواطنين حسبما تحدثت معهم بالأمس على كورنيش السياحي لمدينة العالمين الجديدة، أنهم ينتظرون هذا الحفل بفارغ الصبر الخاص ب بهاء سلطان. ثم يليه بعد ذلك يوم الجمعة القادم أيضا حفل خاص بفرقة مسار إجباري، هذا فيما يتعلق بالاحتفالات الحفلات الغنائية. هناك أيضا مسرح يقوم عليه بعض الاستعراضات المتنوعة، استعراضات لبعض الفرق الغنائية يطلق عليها الأندرجراوند، هذه الفرق الصغيرة التي تقوم بتلحين موسيقاها بنفسها وتقوم بوضع كلماتها وتأليف كلماتها بنفسها ليبدأوا خطواتهم الأولى في عالم الغناء، يكون متواجدين أيضا في المسرح الخاص بمهرجان العالمين 2023 على كورنيش العالمين، تستمر في بعض أيام الأسبوع. بالإضافة لذلك كما ذكرتم الجزء الخاص بالنشاطات الرياضية أو البطولات الرياضية، هناك كرة الطائرة الشاطئية التي ستقام هذه البطولة هذا الأسبوع في مدينة العالمين الجديدة، وهي عبارة عن فرق عالمية وبطولة عالمية تجوب دول العالم أو مدن العالم، وسيختار مدينة العالمين الجديدة تكون إحدى أهم النقاط التي ستقام فيها هذه البطولة، بالإضافة بالطبع لبعض الألعاب الأخرى مثل البادل تنس وغيرها من النشاطات الرياضية التي أيضا يهتم بها الشباب والكبار. إذا تحدثنا أيضا عن ردود أفعال المواطنين أو حتى ردود أفعال الزوار سواء المصريين أو غير مصريين، هناك نقطة هامة جدا تحدثوا عنها أيضا على الكورنيش، وهو وجود أماكن متنوعة ومختلفة للأطفال وفرصة للأطفال ليستمتعوا بأوقاتهم، يستطيع الأسر المختلفة أن تأتي، يستطيع الشباب أن يأتون، يستطيع أيضا الكبار، لذلك هي نشاطات متنوعة وفرص مختلفة لجميع الأعمار ليستمتعوا بأوقاتهم في مهرجان العالمين الجديد. كريم بيبرز مراسل التلفزيون المصري من العالمين الجديدة، شكرا جزيلا لك.